موضوع الصلاة، ترى الصلاة عبارة عن صلة بينك وبين رب العالمين، يعني لهالدرجة ما هو غالي عندك رب العالمين؟ مرات من كثر ما احنا متعلقين باشخاص عمرهم ما صرفوا علينا ولا عطونا ولا قدموا لنا، لكن لان نحبهم دائما نحب نسمع صوتهم، نحب نسمع صوتهم، نحب نسولف وياهم، نحب ناخذ اخر اخبارهم. ليش؟ لانهم تغلغلوا بقلوبنا، فما بالك بالله. الله سبحانه وتعالى يعطيك، يرزقك، ينعمك، يفتح عليك هالدنيا ويعطيك من خيره بالآخرة، ما يبي منك إلا 5 صلوات. لازم يكون رب العالمين بالنسبة لك هو حبيبك، هو حياتك، هو عمرك، هو روحك، والله هو اللي يستاهل الحب الحقيقي بالفعل. مليون مرة أقول وعيد، الله سبحانه وتعالى ما خلقنا بهالدنيا إلا عشان يونسنا، إلا عشان ينعمنا، إلا لأنه خاش لنا شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى أعد لنا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تخيلوا، لا كدر، لا ضيق، لا حزن، على طول مرتاح. هالجنة مقابل 5 صلوات تصليها باليوم والليلة، كانت 50 صلاة، ربي نزلها ل5 صلوات لكن بالأجر 50 صلاة. شنبي أكثر من كذي يا جماعة؟ إسلامنا وإيماننا وديننا بالله سبحانه وتعالى عمره ما كان بطاقة معدنية ولا جواز، لكن هي أقوال وأفعال. إيه اللي تميزنا عند الله سبحانه وتعالى عن غيره؟ الإنسان بطبيعة حالة من اسمه إنسان نساي، لكن اللي علينا نذكر إخواننا وخواتنا ونذكر نفسنا بالأول، الصلاة. الصلاة عمود الدين، مثل الخيمة اللي لها عمود، إذا طاحت على أصحابها. فلذلك الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل. تخيلوا، أول ما نتحاسب عليه الصلاة، إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، مثل ما قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. 17 ركعة مستصعبينها على الله سبحانه وتعالى، وإحنا اللي نقعد بالدواوين ونروح مجمعات ونسهر الليل، صعبة يعني؟ والله ما هي صعبة على اللي حب الله من قلبه وأخلص له ويبي يتقرب له ويبي طريجه. أعتقد الموضوع أسهل من السهل. إخواني، أحبابي، أصدقائي، تاج راسي، نبدي من اليوم صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ونقول اللي فات مات. لا توسوس وتقول إنزين الأيام اللي طافت اللي قصرت فيها بحق الله. إحنا عيال اليوم نبدي مع الله صفحة جديدة، والله راح يعوضنا خير. ودائما كلنا ندعي الله سبحانه وتعالى ونقول شنو؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين.